go. Hell yeah, dirty bass. Ghetto girl, you drive me crazy. Hell yeah, dirty bass. Yo. فتحت دبي ذراعيها مرة أخرى لحدث دولي جديد، وهذه المرة تأتي القوارب واليخوت المستعملة من أنحاء العالم لتتجمع في خور دبي الذي يستضيف هذا الحدث في نسخته الرابعة. يعد معرض القوارب واليخوت المستعملة هنا في دبي من أبرز المعارض في المنطقة، ويتيح الفرصة للزوار بزيارة وتفحص هذه اليخوت والقوارب المستعملة. أما الأسعار هنا فتبدأ من 20,000 دولار وصولاً إلى 100 مليون دولار وربما أكثر. سوف نقوم سوياً بجولة على هذه القوارب واليخوت. ويوفر المعرض جميع أنواع القوارب من اليخوت الضخمة إلى القوارب الصغيرة بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء، وذلك بأسعار تنافسية. ويقول أحد المستثمرين في هذا المجال أن القطاع شهد نموا بحوالي 30% في منطقة الخليج بدعم من رغبة الأثرياء في اقتناء اليخوت ولتوفر المراسي بوفرة في أغلب دول الخليج. نحن نشارك دائما في هذا المعرض، وأسعار اليخوت المستعملة تختلف بين قارب وآخر، وذلك بحسب نظافة القارب وإذا ما زال جديدا، لكن في العادة تخسر القوارب المستعملة 20% من سعرها الأصلي. لدينا الكثير من القوارب في هذا المعرض، وتختلف الأسعار باختلاف أحجامها. المعرض يوفر قوارب من مختلف الأحجام من 27 قدما لغاية 100 قدم لماركات عالمية شهيرة، بالإضافة إلى خدمات التأمين والتمويل والأكسسوارات وخدمات التزويد والصيانة. وعلى الرغم من الأزمة المالية التي مرت فيها المنطقة منذ سنوات، لكن ما تزال تجارة اليخوت والقوارب منتعشة ليس فقط بين الأثرياء بل حتى عند الطبقات المتوسطة أحياناً.